السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ غايه لاباس. اليوم خواتاتي جبت لكم وصفه تاع لا كريم او بيغ ولا كريمه الزبده. هنا نبدا لكم ان شاء الله في الوصفه. هنا عندي 250 غرام تاع دهان، عندي هنا كاس سكر غلاس، عندي نص كاس تحت نص كاس تاع زيت، عندي هنايا زوج مغارف كبار معمرين تاع لحظه ونعطروه بلا فاني. وهنا عندي الحليب ماشي حامي حامي وماشي دافي، شويه متوسط باش نحلو به. هذه هي هاد لا كريم او بيغ، ديجا راني درتها معاكم في الصابلي مونديلا. هنا بغيت ندير لكم فيديو وحدها باش تشوفوها غايه وتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله التالي. هنا راني دايره الدهان، بسم الله راني دايره 250 غرام تاع دهان. هنا غادي نبدا ندير فيه داك الكاس تاع سكر غلاس، ندير هذوك زوج مغارف تاع اللحظه الكبار. هاد اللحظه غادي تطلق فيها واحد لو كو شباب، على قولتكم تبعوا معايا الوصفه. هاد لا كريم او بيغ شابه بزاف وبنينه بزاف. هنا نعطروها بلافاني باش تجي فيها بنت لافاني، تجي بنينه. تبغوا ديروا لها الشوكولا ديروا شويه كاكاو، تبغوا ديروا لها تبدلوا لها لا كولور تجي بنينه ثاني بالكاكاو. هنا غادي نبدا بسم الله، هنا نبدا الزيت نخليه هو التالي. نبدا نخدموها شويه باش عاد نديروا هذاك الحليب. هذاك الحليب كي ديروا داك الحليب تولي تبدا تبيض، هاد لا كريم او بيغ تبدل اللون تاعها تولي فاتح. انا نديروا داك الحليب حامي باش يحلها. الحليب قد زوج مغارف كبار ولا ثلاث مغارف كبار تاع ماكل. هنا دوك نبداو نديرو في الحليب. شوفو هنا الحليب كي شوفو هنا كيف بدا تبيض، شوفو هنا كيف بدا لاكولور تتبدل معاه. صاي هادو هما الزيت، قد تلت مغارف كبار تاع ماكله مأمرين غاية. شوفو هنا خواتاتي لاكولور كيف بدا تتبدل. دوك نخدمها أنا، دوك نخدم فيها واحد خمس دقايق ماشي بزاف. هنا خواتاتي صاي شوفو هنا لا كولور كيف بدلت، ميم تزيد تسكا ضربوها غاية ملي خدموها بيان بالباتور. دوك هنا نبدا نحل فيها بالزيت، الزيت هو التالي، هداك الزيت تاني نخففها مع رانا دايرينها لافاني تجي شابة بزاف. أنا غادي نخدم بها كاطو دروك، على درتلكم فيديو عليها باش تشوفو هو اللول. هاي سي بون زيت، هنا الزيت نديرو ربع كاس تاع زيت. شوفو هنا الزيت كيرقها شابة. انا نخدم غير هادي، كنت ندير لا كريم او بيغ كاع شحال من غوسيط بصح هادي عجبتني اني نخدم بها كاع الكاطو تاعي نخدمها بيها. وكان خواتاتي نضربها واحد لا خمس دقايق ولا من ماشي بزاف، ديجا راهي صاي طلعت معايا، تشوفوها معايا من بعد ان شاء الله. هنا خواتاتي صاي لا كريم او بيغ تاعي راهي وجدت، شوفوا هنايا كي جات شابه. هنا راهي خفيفه شويه، راهي عاده دافيه مع الحمان. هنا كي تكملوا ديروها في بواط ولا في ميو، هذه في الجدار تبرد. وهنا تاني عندكم تبغوا تعطروها ديروا لها ليكس خيلي بغيتو، تبغوا ديروها دوق الكاكاو والشوكولا ديروا لها زوج مغارف تاع كاكاو. وهذه هي، ما بقى لي غير نقول لكم شير تهلاو في روحكم. قاعوني شير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.